من ضمن المواضيع مواضيع الجريمة، مواضيع الصحة، ومواضيع الاقتصاد، ومواضيع البيئة. هذه هي حسب المكونين وحسب ما لاحظته في المحاضرات والعروض التي سيقدمونها، سيركزون أساسا على آليات التغطية الإعلامية المهنية باشتراطاتها المهنية والأخلاقية، مع تنزيلها على هذه المواضيع التي تشكل معايشات يومية بالنسبة لنا جميعا. آملوا سواء في اختيار الفئة التي تتكون الآن، أو سواء في اختيار المكونين، هذه أمور تجعلني أكثر اطمئنانا على طبيعة هذه الدورة، أنها لن تكون دورة تلقينية، وإنما ستكون دورة تفاعلية، ليس فقط بفضل ما تتلقونه من مكونين لهم خبرة في هذا المجال، خصوصا المعايشات اليومية المرتبطة بالأحداث، وإنما كذلك بطبيعة المكونين بفضل تفاعلهم وتواصلهم وردودهم وحتى اقتراحاتهم، سنعمل في النهاية إلى صياغة توصيات تتوج هذه الدورة التي ستستمر ليلة 17 من الشهر المقبل.